إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السرة وعلاقتها بالحبل السري عند الطفل. أن الحبل السري للمولود هو همزة الوصل بينه وبين الأم داخل الرحم طول مدة الحمل. تعتبر السرة مكانا يسهل للميكروبات العيش فيها مثل البكتيريا والمخلوقات الدقيقة الأخرى. إذا لم تتم العناية به بالطريقة الصحيحة منذ الساعات الأولى من الولادة، ويكون ذلك عن طريق إضافة الكحول المخففة للسرة، وأيضا يتم غسل السرة بالقسول مرتين على الأكثر في اليوم لمدة 5 أيام. أتمنى أنكم استفدتوا من بعض المعلومات البسيطة عن الحبل السري وكيف يتم الاهتمام فيه. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. نشوفكم في درس قادم.